تفاؤل حذر في الشارع اليوناني بعد تعيين رئيس وزراء جديد للبلاد. يورونيوز رصدت آراء الشارع اليوناني بعد خطوة الاتفاق على تشكيل الحكومة الائتلافية. رئيس الوزراء الجديد ينتمي إلى أحد أكبر الأحزاب التي دمرت اليونان من خلال إدارته. لا أحد يثق به، لهذا فالجميع يتساءل لماذا أعاد هذا الحزب مرة أخرى. أعتقد أنهم سيحققون الأفضل لنا، لكنهم لن يخرجون من الأزمة لأن ذلك صعب، والأمر ليس بأيدينا. أعتقد أنه بأيدي الدول الغنية. لقد أنهينا تعليمنا المدرسي، والنظام التعليمي هنا ليس الأفضل. نحن ننتظر الذهاب إلى الجامعة الآن، لكن لا مستقبل لنا. وبادر الاتحاد الأوروبي إلى إعطاء اليونان مهلة عامين إضافيين لتحقيق توازن في الميزانية من أجل المساعدة قدر الإمكان على تجاوز الأزمة.